أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن تنشئت يا رب العالمين تجعله صعب سهلا. بإذن الله رب العالمين سوف نحل اختبار الوحدة الأولى لمادة الجبر للصف الثالث الإعدادي، فصل دراسة أول عام 2021-2022. في هذه الوحدة هنحل اختبار وحدة كأنه مراجعة للوحدة، ثم نحل تمارين كتاب المدرسة، وده أيضا اختبار وحدة كتاب المدرسة صفحة 8. هنحل اختبار الوحدة ده ونبدأ نحل التغير الطردي والعكسي. طبعا ده بيتكلم على الدالة وأنواعها، والدالة كثيرة الحدود، وعرفنا الدالة كثيرة الحدود بتبقى ليس فيها جذر ولا كسر. أما الدالة كثيرة الحدود بتتكون من نوعين، ثلاث أنواع: دالة ثابتة وهي توازي محور السينات، ودالة خطية وهي تكون على شكل خط مستقيم وتأخذ أي وضع من أوضاع الدائرة الشكل المستقيم، ودالة التربيعية وهي تأخذ حرف يو أو حرف إن. إذا كانت س بتساوي 0 1 2 1 4 و7 وصاد 1 3 5 6 عين علاقة من س إلى صاد، حيث ألف عين باء تعني إن ألف زائد باء أقل من 6. يبقى أنا باخد في الألف والباء يكون أقل من 6. طبعا ألف كمسقط أول والباء مسقط ثاني، أكتب بين عين ومثله بمخطط سهمي. يبقى نقول عين بيساوي الزوج الأول، أنا هاخد عنصر من سين مع عنصر من صاد، شرط ان هما يكونوا اقل من 6 مجموع. يبقى هاخد 0 1 0 3 0 5، ومش هينفع اخد 0 و6 لان مجموع ب6. بعد كده انتقل للواحد، 1 1 1 و3 و1 و5، مش هينفع لسه بقى الأربعة، ننتقل للأربعة، 1 و4 و3، مش هينفع، يبقى خلاص نتوقف عند كده. نمثله بمخطط، اكتب بين عين ومثله بمخطط سهمي، وآخر بين هل عين دالة. طبعا السهمي أداء السين بقى الصاد، السين 0 1 و4 و7، 1 3 5 6، 0 ل1 0 ل3 0 ل5 1 ل1 1 3 و4 ل1. ده السهم البياني طبعا اللي انت عارفه كده بالشكل ده. هنا السين، هنا الصاد، 0 1 4 7 6 5 3 1. هنعمل اس خطوط قبل كل رقم، ونعمل اكسات قبل الازواج اللي بتوفي شرط. يبقى 0 مع 5، 0 و3 0 1، 1 و1 1 و3، 1 و5 لا، 4 و1. طبعا ديت ليست دالة، ليست دالة. السبب ان عناصر في عنصر ظهر كمسقط اول اكثر من مرة. مثل بيانين كلا من الدوال الاتية: دال س بتساوي 3 س ناقص 1، دال س بتساوي -2 س، دال س س تربيع ناقص 3 متخذا، س بتساوي ده متخذا. فاحنا هناخد واحدة من كل نوع، وليكن ناخد 3 و دال، والاثنين دول بنفس الكيفية، دال هيكونوا اسهل. دال س بتساوي -2 س، دال س بتساوي -2 س. هنعمل جدول كده، هنا س، هنا دال س، دي خط مستقيم بيكفينا نقطتين، ممكن تاخد عند السين بصفر وعند السين بواحد، وناخد نقطة تلتة عند السين باثنين.
عند الصفر في سالب اتنين بصفر، عند الواحد في سالب اتنين بسالب اتنين، عند الاتنين في سالب اتنين بسالب اربعة. نمثلها على الخط البيان، على الرسم البياني. بالشكل ده انا عندي السين صفر واحد اتنين والصاد بسالب اربعة حتى سالب اربعة. هناخد السين، عندي السين بالارقام الموجبة، بقى نركز على الارقام الموجبة، والصاد بارقام سالبة. هناخد السين صفر واحد اتنين تلاتة، الصاد سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب اربعة وهكذا. السين عند الصفر بي عند الصفر صفر، دي السين دي الصاد. صفر صفر عند الصفر سالب، عند الواحد سالب اتنين، عند الاتنين سالب اربعة. ونمثلها بخط مستقيم بالشكل ده. طبعا واخد نقط عشوائي، فانا عشان كده بمشي خط مستقيم مستمر، ما بتوقفش عند النقط اللي انا رسمتها بس. يبقى هي دي الدالة اللي قدامي اللي هي دال سين بتساوي سالب اتنين سين. ناخد الدالة التانية بقى اللي هي دال سين بتساوي واحد ناقص تلاتة سين زائد سين تربيع، متخذا سين تنتمي لسالب واحد واربعة، بسين تنتمي لسالب واحد واربعة. يبقى برضو انا بعمل جدول سين ودال سين. سالب واحد صفر واحد اتنين تلاتة اربعة، عوض عن سالب واحد صفر واحد سالب، هنا سالب واحد سالب تلاتة بموجب تلاتة، واحد أربعة سالب واحد تربيع بواحد، واحد وأربعة خمسة. عند الصفر ده صفر ده صفر باقي واحد، عند الواحد واحد في سالب تلاتة بسالب تلاتة، واحد يبقى سالب اتنين، والواحد تربيع يبقى سالب اتنين وواحد يدي سالب واحد. سالب واحد وهنا واحد، هنا سالب اتنين، سالب تلاتة واحد سالب اتنين، واحد تربيع بواحد من سالب اتنين بسالب واحد. عندي الاتنين اتنين في تلاتة بستة بالسالب، شيل واحد من الستة يبقى سالب خمسة، اتنين في اتنين باربعة، خمسة وهنا سالب اربعة يبقى سالب واحد. عند التلاتة تلاتة في تلاتة بتسعة بالسالب، شيل واحد يبقى سالب تمانية، تلاتة في تلاتة بتسعة وسالب تمانية يبقى موجب واحد. طب عند الأربعة تلاتة في أربعة باتناشر بالسالب، نشيل واحد يبقى سالب حداشر. طب أربعة في أربعة بستاشر، سالب حداشر يبقى خمسة. تلاحظ ده هو ده ده هو ده ده هو ده، والرأس هيبقى في المنتصف. هنمثلها بقى بخط يعني نفس المحاور. هنا بيبقى عندي بعمل خط المحور الصادات في المنتصف، والسين عندي هيبدأ من كام لكام؟ لا، السين من سالب واحد لما الأربعة، والصاد من سالب واحد لخمسة. الصاد كده لأعلى
غالبيته يبقى الأعلى وحاجة بسيطة منه تحت للأسفل بالشكل ده. يبقى أنا عندي السينات سالب واحد صفر واحد اتنين تلاتة أربعة، هنا الصاد عندي سالب واحد وهنزل سالب اتنين عشان الرأس هتنزل بعد كده بعد الواحد يعني، هنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، عندي سالب واحد خمسة، سالب واحد هنا بفوق عند الخمسة كده النقطة دي، عند الصفر واحد هنا، عند الواحد واحد هنا، عند الاتنين، عند الصفر واحد، عند الصفر واحد، عند الواحد سالب واحد، الواحد سالب واحد دي لا، عند الاتنين سالب واحد أيضا، اتنين سالب واحد، اتنين اهي قبل سالب واحد، عند التلاتة واحد، تلاتة هنا عند الواحد، عند الأربعة خمسة. يبقى المنحنى قدامي اهوت نقطه بقى نتايات الظهرة دي مش تبعنا، نبدأ نرسمه بقى بالإيد، مش هنرسمه بأي حاجة غير الإيد، ونحاول نقرب بين النقط وبعضها، تحاول تمشي كده ايه منحنى ياخد النقط دي مع بعضها اهوت، كده طيب ديت ماشي الرأس، يبقى انا بقى ايه بعمل تقريبا كده تبقى الرأس هنا. طيب ايه المطلوب بقى في السؤال؟ بس عاوز يرسمه، رسمناه وخلاص. طيب في لو زودوا بقى في بيجي سؤال تاني في الباب ده بيقول اوجد رأس المنحنى، يبقى الرأس هتبقى عند سالب واحد ونص وواحد ونص، اهي الرأس عندي واحد ونص هنا سالب واحد ونص، يبقى رأس المنحنى عند سالب واحد سالب واحد ونص وواحد ونص، واحد ونص موجب اللي هي السين وصاد بسالب واحد ونص، محور التماثل عند سين بتساوي كام؟ واحد ونص، ده الخط ده اهو ده اسمه محور التماثل، ده طبعا مش مسؤول في مش مطلوب في السؤال ده ولكنه بيطلب في الباب ده، يعني هو ده هيبقى محور التماثل. تجد الدالة كأن هي مراية دي شايفة صورتها فيها. محور التماثل دي النقطة الرأس المنحنى واسمها النهاية الصغرى، يبقى نقول النهاية الصغرى عند صاد بتساوي سالب واحد ونص هنا، قابل الصاد دي اسمها النهاية الصغرى تحت هنا. رأس المنحنى عند السالب عند واحد ونص السين والصاد سالب واحد ونص. طيب ننتقل بقى للسؤال اللي بعد كده. أثناء قراءة كريم لكتاب وجد أنه بعد 3 ساعات تبقى له 50 صفحة وبعد 6 ساعات تبقى له 20 صفحة، فإذا كانت العلاقة بين الزمن نون وعدد الصفحات صاد هي علاقة خطية، يبقى أنت بتجيب كراسة رسمين برضو وبترسم الدالة دي. هنفرض ان الزمن بالنون افقي والصفحات رأسي، الزمن بس بالكتاب وجد انه بعد 3 ساعات وست ساعات، اما ده 50 و20، فانا لما باجي اقسم ممكن اهتم بالربع الموجب اللي هو الربع الاول في الرسمة لان كله بالموجب سواء سين او صاد، بالشكل ده
هنفرض ان دي الساعات بالواحدة، واحد واثنين وثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. نفرض دي عشرة او خمسة، هو عاوز 80 صفحة، سي 50 و20، قلنا 10 20 30 40 50، بخمسة عشرة 25 30 40 50. بول أثناء قراءة كريم الكتاب وجد أنه بعد 3 ساعات تبقى له 50 صفحة. عند التلاتة كان عندي 50 هنا. طيب الرسم دي مش هتنفع، هنخليها 10 كده، 20 10 20 30 40 50 60 70 80، لأن في مطلوبات تانية مش لو مشينا بالـ 90 100. عندي 3 ساعات تبقى له 50، أدي عندي التلاتة كان لسه له 50 هنا. طيب وعند بعد 6 ساعات تبقى له 20، عندي الستة كان بقي له 20 كده. بول هي علاقة خطية. أثناء قراءة كريم لكتاب وجد أنه بعد 3 ساعات تبقى له 50، وبعد 6 ساعات تبقى له 20. فإذا كانت العلاقة بين الزمن نون وعدد الصفحات صاد، يبقى دي صاد دي نون، العلاقة خطية. يبقى أنا برسم خط مستقيم يمر بالنقطتين دول، أشوف إيه نظام الخط ده بعد كده. هنجي بالخط كده اهو، ماشي اهو. طيب هي علاقة خطية. مثل العلاقة بين النون والصاد، مثلناها بيانين ثم أوجد العلاقة الجبرية بينهما. طيب علشان أجيب العلاقة الجبرية هنفرض إن العلاقة دي هي علاقة خط مستقيم، الخط المستقيم بين صاد ونون، يبقى نقول إن صاد بتساوي أ نون زائد باء، حيث دي أقصى علاقة خطية ممكن تكون. طيب هو عند الستة كان بـ20، يعني الصاد كانت بـ20 لما نون كانت بكام؟ بـ6، يبقى 6 ألف خلاص زائد باء، يبقى 6 ألف زائد باء ده بتساوي 20. طيب وكانت عند التلاتة بـ50، يبقى عند الـ50 بتساوي 3 ألف زائد باء برضه. طب انا لو طرحت الاتنين دول من بعض، نطرحهم كده، نطرح نضرب ديت في سالب 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 وجمع، يبقى سالب 20 من 50 30، وسالب 6 من 3 بتساوي 3 ألف. ده سالب ده بصفر، يعني هينتج لي ان ألف بتساوي سالب 10. ألف بكام؟ بسالب 10. لو عوضت في اي في اللي فوق دي هتديني قيمة باء، يبقى اذا 20 بتساوي الألف بسالب 10، سالب سالب بموجب، 10 في 6 ب60 زائد باء، انا هعوض فيها قبل ما اضرب في سالب، يبقى دي 20 بتاعتنا اهيت، والستة في الألف اللي انا حسبتها بسالب 10 يبقى سالب 60، سالب 60 زائد باء، يبقى اذا باء بكام؟ اذا باء بتساوي 80 صفحة، 80 باء. يبقى العلاقة بتاعتنا بقى هي الصاد بتساوي مين؟ ألف بإيه؟ سالب 10 نو زائد باء بكام؟ بـ80. خلاص كده دي العلاقة اللي الخطية اللي يجيب الجبرية. طيب ايه يثبت لي صحة العلاقة؟ لا قبل ما هو يبدأ كان الزمن بصفر، كان الزمن بايه؟ بصفر.
نعوض عن الزمن بصفر هيبقى الصاد بكام؟ بتمانين. فعلا قبل ما يبدأ كريم كان عنده 80 صفحة. طيب بعد ما خلص قراءة كان الصاد عدد الصفحات بكام؟ بصفر. يبقى إذا 10 نون زائد 80 بتساوي 80. لما هنعوض عن الصاد بصفر اللي هي عدد صفحات بعد ما خلص قراءة بقى يبقى صفر، بتساوي سالب 10 نون زائد 80، أي أن 10 نون بتساوي 80، يعني نون بتساوي 8 صفحات 8، يعني الزمن بيكون 8 ساعات. فعلا الزمن اهوت كان خلص قراءة خالص، أي الصاد كان بصفر، اداني الزمن بتمانية، عند الزمن 8. يبقى انا كده جبت له العلاقة الجبرية وثبت له فعلا ان هو خلص قراءة الكتاب في 8 ساعات، وقبل ما يبدأ قراءة خالص كان الكتاب فيه 80 صفحة. تمام كده. هو حتى بيقول مثل العلاقة بين نون وصاد بيانيا، ثم اوجد العلاقة الجبرية بينهما. ما الوقت الذي ينتهي فيه كريم من قراءة الكتاب؟ قلنا 8 ساعات. كم عدد صفحات الكتاب المتبقية؟ طبعا كم صفحة؟ قلنا عندما بدأ كريم القراءة كانوا 80 صفحة. خلاص. طب الشكل البياني، الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة، حيث الدالة دال، حيث دال س بتساوي ميم ناقص س تربيع، إذا كانت ألف واو بتساوي أربع وحدات، ألف واو كده بأربعة، ودال س بتساوي ميم ناقص س تربيع، دي العلاقة. طيب أوجد قيمة ميم، عاوزين نجيب قيمة ميم. طيب قيمة ميم هنا هو كات س بكام؟ على الخط ده بصفر، والصاد بكام؟ بأربعة. يبقى النقطة دي كام؟ صفر وإيه؟ وأربعة. أقدر أعوض بقى هنا الميم هتبقى دال س بكام؟ بأربعة، بتساوي ميم ناقص س تربيع، السين قلنا هنا بصفر بصفر، يبقى إذن ميم بتساوي أربعة. يبقى حسبت له ميم بتساوي أربعة، يبقى إذن الدالة هتصبح دال س بتساوي ناقص س تربيع. طيب عاوز قيمة مين؟ عاوز إحداثي باء وجيم. طب إحداثي باء وجيم لما كانت الصاد بكام؟ بصفر. هنا إحنا قلنا مين بأربعة، يبقى الدالة بتاعتنا بتساوي أربعة، دي زائد أربعة، يبقى الدالة دال س بتساوي سالب س تربيع زائد إيه؟ أربعة. طيب عاوزين نجيب بقى إحداثي باء وجيم. باء وجيم هيبقوا إمتى موجودين دول؟ لما الصاد بالصفر، يبقى النقطة ديت ايه؟ س وصفر، والنقطة دي سالب س وصفر. طيب يعني عوض عن دال س بايه؟ بصفر، بتساوي سالب س تربيع زائد أربعة، يعني س تربيع بتساوي ايه؟ أربعة. يبقى إذا س بتساوي زائد أو ناقص جذر الأربعة اللي هو اتنين، يبقى أنا عندي س يا إما باتنين، يبقى النقطة دي اتنين وصفر، والنقطة دي سالب اتنين وصفر. تمام. يبقى احداثي باء اللي هي ايه بقى؟ اتنين وصفر، واحداثي جيم سالب اتنين وصفر. مساحة المثلث الذي رؤوسه الف وباء وجيم، لو انا رسمت كده مثلث بالشكل ده هيبقى رؤوس المثلث الف باء جيم، عاوز مساحته، المساحة بتساوي نص القاعدة في الارتفاع. طب القاعدة كام؟ هنا اتنين وهنا اتنين، يبقى طول القاعدة كلها كام؟ باربعة. الارتفاع بكام؟ باربعة. يبقى مساحة المثلث بتساوي نص في أربعة في أربعة، لأن هنا اتنين وهنا اتنين، يبقى بتساوي نص في أربعة باتنين في أربعة بتمانية سنتيمتر مربع، أو وحدة وحدة مربعة. وبكده خلصنا الاختبار، وإن شاء الله نلتقي في الوحدة الثانية لحل تمارين على النسبة والتناسب والتغير والطردي. أرجو منكم الدعم والمشاركة حتى يستفيد الجميع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.